يا فريدة، سلام عليكم. يا فريدة انت معايا على الهوا؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. اتفضلي، معاكي دكتورة صوفيا. تمام، ازيك يا دكتورة؟ الحمد لله كويسة. بعد اذنك انا كنت بس حلمت حلم. تمام. انا اخويا متوفي بقاله 6 شهور. الله يرحمه. الله يرحمه. حلمت بيه بعد شهرين ان هو جاي في الحلم وبيتكلم معايا وبيقول لي انا ضفري بيوجعني وبيهزر معايا، فبيقول لي تعالي قصه لي. تمام. فقلت له حاضر. ضفر رجله ولا ضفر ايده؟ ضفر رجله يا دكتوره. هو عنده اولاد؟ هو عنده اولاد. ايوه تمام. المهم فايه، قلت له حاضر وكده وقعد يهزر معايا. فانا عندي صباعي كبير برضو ضفري بيطلع فيه بيوجعني. ايوه. فراح هو اللي عمل لي ضفر، انا اللي عملت له ضفر. ابشري. عندك انت متجوزه وعندك ولاد وكده؟ انا عندي بنت. الله يحفظها لك. بصي هقول لك على حاجه. ماشي حبيبتي، اسمعي اسمعي التفسير. هو طبعا الغلمان هي الرجلين الصوابع. لا، والضافر ده بيعتبر اللي هو الفطنه او الذكاء او الحاجه الاضافيه للعيل، للطفل. مثلا والاضافيه دي ممكن تبقى ايه؟ يعني العيل عنده تقصير في الدراسه، عنده تقصير مثلا في عيل مش مؤدب، طريقه اسلوبه في الحوار مش كويس، فهو محتاج لتهذيب وتاديب واصلاح. تقص الاظافر تهذيبها. فهو بس امه مقصره شويه في تهذيب هذا الولد، فهو بيطلب منها الوصال. اما بالنسبه لبنتها بقى اللي هي ضفرها اللي هي بنوته بقى، فهو اصلحها لها. يعني ممكن يكون كان بيديها درس زمان، كان تورث منه مثلا، ممكن تاخد منه مصلحه. طبعا. او ممكن الخير بالمثل، زي ما انت عملتي في ولادي ربنا هيبعت لك اللي يعمل في ولادك خير. يعني كده. طيب معلش، هم عاملين ايه؟ اهدي يا رش عليا، اهدي حبيبتي. طيب ماشي، اخد نبيله. سلام عليكم يا نبيله. طب الدكتوره بتفسر، يلا بينا. يلا. يا نبيله يا جميله.